هذه السائلة تقول: اختلفت مع زوجها في أمر من أمور العقيدة، وهي قضية العذر بالجهل والتعيين، هل يؤثر على توحيدها لما في ذلك من نواقص الإسلام؟ تريد البيان للزوج بالتفصيل لعله يسمع. يا إخواني، مسألة هؤلاء ابتلوا بالدخول في الجدال ومسائل علمية كبيرة لا يدخل فيها إلا كبار الأئمة العلماء. مسألة العذر بالجهل هذه ما يتولاها إلا العلماء، ما يتولاها العوام وأنصاف المتعلمين، وهذا من الفتنة والعياذ بالله. فلا يجوز لهؤلاء أن يدخلوا في المسائل الكبار ويتجادلون فيها وهم لا يعلمون الحكم ولا الأدلة، هذا من الفتنة